بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة صالح الفوزان وفقه الله في كتابه الملخص في شرح كتاب التوحيد، قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية المعنى الإجمالي للآية الإخبار أن الله سبحانه وتعالى أمر ووصى على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه. وأن يحسن الولد إلى والديه إحسانا بالقول والفعل ولا يسيء إليهما لأنهما اللذان قاما بتربيته في حال صغره وضعفه حتى قوي واشتد. مما يستفاد من الآية أولا: أن التوحيد هو أول ما أمر الله به من الواجبات، وهو أول الحقوق الواجبة على العبد. ثانياً: ما في كلمة لا إله إلا الله من النفي والإثبات، ففيها دليل على أن التوحيد لا يقوم لا يقوم إلا على النفي والإثبات، نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله كما سبق. ثالثاً: عظمة حق الوالدين حيث عطف حقهما على حقه وجاء في المرتبة الثانية. رابعاً: وجوب الاحسان الى الوالدين بجميع انواع الاحسان لانه لم يخص نوعا دون نوع خامسا تحريم عقوق الوالدين